كلنا عم نسمع هالايام عن قوانين وخطط ومشاريع تطرح بالاعلام وتطرح يمينا ويسارا. لحتى هالزياره للتاكيد، اولا كرئيس لجنه مال، ثانيا كبرلماني، ثالثا كمواطن لبناني، ما فينا نتعاطى بخفه بموضوع له علاقه بكل المواطنين اللبنانيين هون وبرا وبالثقه بلبنان. عنيت بذلك مساله معالجه الودائع وما يسمى بالانتظام المالي. الانتظام المالي بده يكون جدي، الانتظام المالي بده يكون مبني على وقائع. لذلك هنالك عده اجراءات مطلوبه منا نحن اولا كدوله ومن الحكومه اللبنانيه، وهي واضحه بالنسبه للتدقيق بموجودات المصارف وبعائدات وموجودات الدوله اللبنانيه، تدقيق لمعرفه هذه الامكانيات ولمعرفه كيف سيتم توزيع الالتزامات على مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية، وليس الخسائر كما يدعي البعض. لأنه لليوم بعد ما فينا نحكي بخسارة الناس كلها، وبعد البنوك شغالة وبعد الدولة شغالة وبعد ما حدا حكينا بإفلاس. فإذا هذا التناقض بدنا نزيله، وبدنا نروح قدما بتطوير هالفكرة يلي اجت من وراء نضال كبير عملناه بلجنة المال والموازنة، وهو عدم القبول بفرض أمر واقع على اللبنانيين وعلى المودعين اسمه شطب أموالكم. هذا تيكون واضح، وهذا اللي كان موضع نقاش ويعني تفاهم مع دولة الرئيس. اثنين، المسألة الوطنية وليس السياسية، قصة رئاسة الجمهورية. هل يعقل أن نبقى يعني عم نتحاور ونتبادر ونروح ونجي تنبحث بجنس الملائكة؟ يعني انه في مسألة أساسية اسمها اسمها مفتاح لكل الحلول ولعمل كل المؤسسات ولاستعادة الثقة بلبنان والقرار لمؤسساته الدستورية، اسمها انتخاب رئيس جمهورية. هذه مسألة يجب أن تعطى كل الاهتمام اللازم من قبل جميع النواب وليس فقط الكتل، وهيدي المسألة أساسية. ما حدا يفتكر أنه رح نقدر نتجاوز انتخاب رئيس جمهورية بأي شكل من الأشكال بأي ملف من الملفات المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية. لذلك كان في بحث بعدة نقاط وبعدة أمور، وتشاركنا مع دولة الرئيس بهذه الأفكار، وإن شاء الله بيكون في إلها تابع قريبا جدا. وشكراً.